Hello. كوميك بوار ديال ليكيب ديال طاليس واش بزاف كيلو ولا كيلو كامل ادوي على حسابك ولا على حسابي لا على حسابي وما غيدخلش لابليكاسيون العز يوبي صباح جميل صباح الخير صباح النور باغا نبداو المغامره الجو زوين بيضا الجو زوين ساكن في التوت Are you ready? Yes. احنا بدينا نطلعوا واللي بروغرامات الرحلة كسولة جدا مالك الكسولة هيجي نحن كسولة جدا هنا في هذا الحانوت هنا فين قتلوا ديك النرويجية الصينية وصبغوا الحانوت بالحمر باش يغطي الدم عارفين تتبع مساكن كاين داري لاطونط غير النتيجة يا بيرسون مي يانو Coucou.
حنا خلال الصعود قربنا نضربوا نص المسافة وكالعادة طبيعة طبقة عيانة هلا ضربنا لحد الان واحد 5 سوايونس ديال المشي اللي هو واحد لو طون با مال نورمالمون باسكو الغيد قال لنا 7 سوايع هو الموين دونك حنا في الموين زعما ماشي اون ني با دي اكسبير اون ني با دي برو اون دي اماتور اي اون ني بيان البطله ديالنا هي كتعيا واخا هكاك كتكمل تحيه كبيره ليها ايوا ما تفعله كل يوم هو النشاط العادي ديال البغوله او ما طالعين ورانا طالعين مرتاحين على بركه الله كنطلقوا خط الصباح هذا هي الاخت ديالي قدامي صباح زين والظلامات ما كاين حد ونهار لحد صعيب جدا شو الحجرات شوف الساعة وصلت الخمسة ونص ضربنا ربع ثلث المسافة ساعة كتشير السونس ضربنا الثلثين حنا دابا على ارتفاع ديال 3800 متر راه ممكن البرد ايوا اخيرا وصلنا للفوق ديال هاد الجبل ها هي الاستاذة ديالنا كترجع الراحة زدت 50 دقيقة احنا قدرنا نوصل للصومي الكسولة بلاص ما طلع كتسول بنادم شحال بقى هذيك الكسوله يلا وصلنا لاعلى قمه في المغرب فرحانه انت ولا سخفانه انا سخفانه فريمون طلعه صعيبه من الغوفيج للصومي تخلوش الناس يكتبوا عليكم هي ثلاثه السوايع ديال الطلوع كان كلينا فريمون عالي الشيء اللي تيخلي ظهرك يضرك اون بليس دو سا كيتقطع شويه الهواء ماشي كيتقطع ولكن كيقلل حنا على ارتفاع 4000 160 متر على سطح البحر تشالنج اتان يس اونفان انا حدا هابطين الحمد لله صافي سالينا وهابطين ثلج بدا كيطيح لنا الثلج يس كيفاش الثلج المهم تيقوا بيا والله الا كيطيح لنا الثلج عندك هذه صعيبه جاك تلاحينا صوت ما يطلع الكوال صوت فوالا هاك كيف كنتي دازلا سكي لك ديرها في طاسه البطيطه ها هي كدير هاك البطيطه هبطت البطيطه راك ولا شوف كلك كتجري فيها انا هي طبيطه شوف هنا ديري باي باي دابا الساعة كتشير إلى 10:25 يعني 6 سوايع و 25 دقيقة حنا كنتمشاو دابا نازلين قربنا الغوفيج عندنا 20 مينوت الغوفيج يعني بوان دو ديبار اللي درنا الصباح نرتاحو واحد ربع ساعة نص ساعة ناكلو شوية ديال الفخو ساك ونكملو عاوتاني نهبط ربع سوايع أخرى باش نوصلو لإمليل إيوا هذا اللي كان بغا
فريمون عينه ولكن شجعنا بعضياتنا باش قدرنا نطلعوا. صافي ما ديروش توقف. لا علاش حسنيه ما ديريش توقف شاه جديدو